ليلتكم سعيدة. لفت نظري وانا بعدي كده واقلب بين القنوات التلفزيونية علشان اشوف ايه اللي بيحصل في مسلسلات رمضان بحكم مهنتي الاصلية يعني، وطبعا يعني صعب الواحد يكون وجهة نظر واحنا لسه ما بقلناش كام يوم، والحقيقة برضو افضل ما يكونش عندي رأي بحكم اني بشتغل في نفس المهنة. لكن اللي لفت نظري جدا لمة اطفالنا حوالين مسلسل الاختيار. مش بس كده، ده كمان في اطفال بتخش على الانترنت عشان تطلع معلومات عن الموضوع ده. مسلسل الاختيار اللي بيناقش المفارقة اللي ما بين بطولة الشهيد احمد المنسي وخيانة الارهابي هشام عشماوي. لفت نظري جدا اهتمام الاطفال بالموضوع ده. الحقيقة هو ده اللي لازم يعرفوه، هو ده اللي لازم يحفظوه زي اساميهم. في جيل او يمكن اجيال ما تعرفش حاجة ابعد من حياتها اليومية، ما تعرفش حاجة عن اللي بيحصل في مصر، ما عندهاش معلومة عن فنانيننا القدام، عن أدبائنا الكبار، عن مصر وحروبها وكفحها وشقاها وتعبها. يمكن بياخدوا بعض المعلومات دي في دروس التاريخ اللي بياخدوها في المدرسة واللي عادة بتتنسي بمجرد ما بتيجي الأجازة الصيفية. وحتى لو ما اتنسيتش، التاريخ بيقدم الحقائق لكن ما بيقدمش التفاصيل. الدراما ملكة التفاصيل، التفاصيل هي اللي بتخلق الحالة اللي بتعمل توحد ما بين المتفرج وما بين البطل، بتخلق حالة من الانتماء، بتخلق حالة من التواصل. الحقيقة ان هو ده سر عظمة الدراما وعظمة الفن، وهو ده قوة القوى الناعمة. ده صحيح لفت نظري كمان لانه الاجيال الجديدة دي احنا دايما كنا بنشتكي من ان هي ذوقها مختلف شوية وغريب، وده طبعا ناتج عن اختلاف الاجيال، لكن نفس الاجيال دي بتختار ده وبتدور. خليهم يعرفوا الفرق ما بين اللي بيصون وما بين اللي بيخون. اما انا فعندي سؤال دايما كده بيشغلني، سؤال مغلف بحالة من الاعجاب. ايه العقيدة اللي عند ضابط الجيش؟ وطبعا ما اقصدش العقيدة الدينية، اقصد العقيدة اللي في وجدانه وفي مشاعره وفي قلبه وفي عقله، اللي ممكن تخلي ضابط مثلا ياخد ارهابي لابس حزام ناسف بالحضن علشان يحمي كتبته، او ينزل عملية قتالية شرسة وصعبة وهو عارف انه ممكن ما يرجعش لولاده، وكمان يكون عنده شيء من الحب والامتنان انه نازل العملية دي. السؤال ده بيشغلني، لكن يمكن حالة من الاجابة مرتبطة بشيء رابطني بنفس الاحساس. الشعور الغريب اللي بيجيلي لما بسمع السلام الجمهوري، لما بكون بحضر اي عرض مسرحي او مهرجان فني او واحنا قاعدين وسط جمع كبير من الناس وسماعات عالية، اسمع السلام الجمهوري جسمي اشعر وعينيا تدمع، واقول لنفسي في ايه ده، انا بعزفه من وانا عندي 4 سنين وقعدت 2 عمري كلها اعزفه في طابور الصباح في المدرسه. لكن لما اجي اسمعه في وسط جامعه من الناس بسماعات بصوت عالي، جسمي اشعر وعينيا تدمع. خلوا ولادكم عينيهم تدمع مع كل شهيد، خلي ولادكم عينيهم تدمع مع كل نغمه من السلام الجمهوري، عينيهم تدمع فخر ببلدهم. خليهم يعرفوا كويس قوي مين اللي بيصون ومين اللي بيخون. خليهم يعرفوا ده لان هم اللي جايين، ولازم يعرفوا هم جايين من ايه ورايحين على فين. اشوفكم بعد الفاصل.